Так, це тепер зійшов вниз. У нас тут така вода піднялася. Капець. Лишити мінути. بسبب هطول الأمطار الغزيرة فاض نهر بستريتسا نادفارنيانسكايا وتيسا حيث ارتفع منسوب المياه إلى مترين وفاضت المياه على البلدات المجاورة ما أدى إلى جرف الأشجار وتدمير المباني. ألمت الكارثة الطبيعية بإقليمي زكارباتيا وإيفانا فرانكيفسك وغمرت المياه قرى بهدان ولازيشينا ولوغي وياسنيا وألحقت أضراراً بمنازل 185 أسرة كما تضرر جزء من طريق موكاتشيفا الفيف السريع. فرق دائرة الطوارئ الحكومية تحاول مواجهة عواقب سوء الأحوال الجوية. ارتفع منسوب المياه في غضون دقائق، شيء لا يعقل. غمرت المياه جميع المنازل والمباني السكنية، والآن على الأرض هناك وحدات فنية تنفذ جولات خاصة. وردت معلومات من مقر تياشيف للشرطة الوطنية حول اختفاء رجل من سكان قرية ياسنا، وهو في عداد المفقودين حتى اللحظة. يتخلص رجال الإنقاذ من المياه في الطوابق السفلية التي غمرتها مياه الفيضانات وتزال الأشجار المتساقطة والحطام والطمي من الطرق ولا يوجد قتلى أو إصابات.